بالنسبه لي لازمه كورونا فهو كان واحد الضرر كبير في المجال ديالنا، ماشي غير لي ميك اب ارتست، كاع بالنسبه لقطاع الحفلات، لان احنا ما خدمناش، يعني الحفلات مازالين متوقفين، وكذلك يعني ضرر بالنسبه للفئه عامه، يعني جميع القطاعات كان واحد الضرر كبير. نتمنى ان شاء الله يهز علينا ربي هذا الوباء في اقرب وقت. بالنسبه للي ميك اب ارتست اللي كيقولوا انا رقم واحد لي ميك اب ارتست، انا كنعتبر انها غرور، لان اي واحد كيكون رقم واحد ما كيهضرش وما كيطلعش ويقول انا، كيخلي الناس اللي تقول له، والواحد باش ما يتغرش وما يقولش انا رقم واحد، باش ديما يبقى كيخدم على راسو باش يكون في القائمه. بالنسبه للاعمال صراحه حاليا كنا يعني في هذه الفتره كنا عندنا حفلات يعني الاعراس، وكذلك يعني مع فنانين. حاليا يعني ما كل شيء تلغى، حاليا يعني كنخدموا غير لي شوتين مثلا قلالين يعني في هذه الساعه، ومنين تهز ان شاء الله هذا الوباء ديك الساعه تيكون ان شاء الله الجادي. بالنسبه للعمل ديال الفنانه شيرين، ان شاء الله قريب غادي يعني حصريا غادي تدخل ان شاء الله الفنانه شيرين، غادي يكون عندها واحد التصوير ديال الفيديو كليب هنايا في المغرب، وتعرض عليا تعرض لي انني نكون انا ميك اب ارتست ديالها من عند مخرج ايطالي، والشرف لي انني ان شاء الله نكون يعني من بين لي ميك اب ارتست اللي ماكيولها، ونتمنى ان شاء الله كل شيء يدوز على ما يرام. بالعكس مهما انهم اختاروني انا من بين لي ميك اب ارتست في المغرب، فهاداك في حد ذاته واحد الحمل عليا، وان شاء الله ان شاء الله نشرف المغرب. بالنسبه للتجربه ديالي كحكم في مسابقه ملكه التجميل، فهو كان عندي ديجا مسابقة وطلعت في كورونا، ابخي جاتني الدعوة في هذا الوباء ورحبت بالفكرة، وكانت يعني واحد خديت واحد فورماسيون جديدة، واكتشفت يعني بزاف د الحوايج في هذه المسابقة، وكان ليا الشرف انني نكون يعني من ضمن تختارت من بين لي ميك اب ارتست اللي نكون من ضمن لجنة التحكيم.